السلام عليكم، أنا عبد الله طه طالب مرحلة ثانية طب موصل. إن شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة من كورس الـ CNS Physiology Motor، وراح نقرأ بها الـ Motor Cortex and Corticospinal Tract. وبما أن اليوم ليلة القدر، فقبل ما نبلش بالمحاضرة مالتنا نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ونبلش بالمحاضرة مالتنا. يقول إن الـ Motor Cortex is occupying approximately the posterior one third of the frontal loop anterior to the central cortical sulcus. هنا عندنا قبل بالمحاضرات مع الاناتومي وبغير المحاضرات عرفنا الفرق بين السنسري والسوماتوسنسري اريا اللي هي قاعدة posteriorly للcentral sulcus، يعني نقول انه هذا هو central sulcus اللي وراء يصير posteriorly اللي هي somatosensory area، واللي قدامه تصير عندنا اللي هي primary motor area. واخذنا هواي ريليشنز عليها بالاناتومي واخذنا بغير محاضرات، فكلنا اكيد نعرف المنطقه مال البرايمري موتور اريا والسوماتوسنسري اريا. البرايمري موتور اريا حال السوماتوسنسري اريا، يعني ما بس بيها سيريبرال كورتكس واحد، راح يكون بيها انه سبلمنتري وراح يكون بيها بري موتور، فصراحه نقراهم على الشرح. يقول posterior to the central sulcus is the somatosensory area cortex which feeds the motor cortex many signals that initiate motor activity. يعني يعني قبلها هنا من كان دايحكي على frontal loop، أنا ما ذكرته frontal loop مالتنا وين راح يكون قاعد هذا frontal loop، المنطقة اللي مسؤولة عن السنسري عن الموتور العفو راح تكون قاعدة بالثلث البوستيريرلي من الفرونتال لوب، يعني بهذا المكان، يعني هذا المكان راح يكون هو اللي مسؤول عن الموتور إعازات الموتور، اما المنطقه اللي قدامه فراح تشتغل غير شغلات يعني ما لها علاقه بالموتور. فالمنطقه مالتنا اللي مسؤول عن الموتور هن هذين الثلاثه، اللي يمها موجوده اللي هي سوماتوسنسري اريا اللي بالبوستيرير او بالبارايتال لوب، هي تنطيها شنو؟ تنطيها عدة سيجنالز، يعني مثلا كنا بالكورس مال سنسري كنا نقول انه من يوصلني اعاز للسيريبرا كورتكس فالسنسري قبل راح يطر ريفلكس سريع للبرايمري موتور كورتكس، وهذا البرايمري موتور كورتكس بسرعة ينطيني اعاز لي جوا عن طريق الكورتيكو سبانال تراكت، ينزلها لي جوا عن طريق السبانال كورد يروح يسوي لي الحركة اللي تعاكس لي هذا الريفلكس، مثلا انه انشويت او شيء قبل راح أسوي هذا الرفلكس على مود أعالج الموضوع. فشنو يقول؟ motor cortex is divided into three sub areas each of which has its own topographical representation of muscle group and specific movement specific motor function. شنو هذا topographical representation؟ إحنا كل عضلة بالجسم عندنا راح يكون لها مكان خاص بالموتور كورتكس، يعني عندها نيورونات خاصة بها موجودة ضمن البرايمري موتور اريا، تمام، موجودة بهذاك المكان. فشنو الفكرة مالته؟ انه اني لما اريد اشغل هاي العضلة راح انطي اعازات لهاي النيورونات حتى اشغلها. هاي النيورونات من تيجي اعاز من اني اريد او الارادة مالتي انه اشغل هاي العضلات، فراح انطي اعاز للنيورونات. فالنيورونات شو راح اسوي لي؟ بدورها تعطيني اعازات توصلها عن طريق الكورتيكو سبانال تراكت اللي هو التراكت اللي وصلها للعضلات، فتشتغل عندي العضله، تمام. هاي الفكره مالته، يعني الافكار اللي عليها هواي مثل عليها وايد، حرك ايدك اصبعك اي شيء، المهم انه عاد يصير عندك موفمنت او مسل كونتراكشن بالاحرى. هنا يقول انه هذا ان المناطق هي البرايمري موتور كورتكس البري موتور اريا والسبلمنتري اريا، كل وحده منهم راح نحكي عليها هسه. اول وحده راح نجي عليها اللي هي جماعه البرايمري. يقول topographical representation of the different muscles of the body in the primary motor cortex beginning with the face and mouth region near the sylvian fissure. هنا نفس نكتب عليه بين قوسين اللاترال سالكس، يعني اكثر يتنا نعرفه باسم اللاترال سالكس، فنكتب عليه اللاترال سالكس حتى نميزه اللي هو هذا.
اللي نازل لي جوا ينطيني هذين الاثنين اللي راح يكون بيناتهم الاريا اوف بروكن. اوكي اوكي the arm the hand area in the mid portion of the primary motor cortex. اوكي هاي الحكي هواي فانا راح اختصره واشرحها على الرسم قبل. هنا الحكي ايش دا يقول؟ انه يم السيلفي انفشار راح تبدا عندي اول شيء اول ما يبدا البرايمري موتور كورتكس راح يبدي بالماوث والفيس والهاند ويكونون اكثر شيء من جماعه البرايمري موتور كورتكس. يعني تشوف انه مقارنه بالباقي الاشياء خلني هنا مقارنه بباقي الاجزاء او هاي مشيت شويه للارم هنا مقارنه بالباقي الاجزاء فهاي ذن المناطق كلش كبيرات. ليش كلش كبيرات؟ لان هم اللي راح يسووا لي او هم مسؤولين عن الماست موفمنت او الحركات الاساسيه مالتي والدقيقه مالتي راح تتم بهم. يعني مثلا التانك كلنا نعرف انه الحركات مالته راح تكون كلش دقيقه. يساعدني بالكلام، يساعدني بالاكل، يساعدني بغير اشياء. الفيس نفس القضيه، الفيشال اكسبريشنز تحتاج همين دقه بالحركه مالتها. الهاند الرسامين يحتاجون، الواعي يحتاجون، كل الاشخاص يحتاجون دقة بالحركة بالهاند مالتهم. فنشوف انه المكان مال هاي الاشياء واللارينكس نفس القضية يحتاجون دقة بالحركة فالعضلات يمهم تكون هواي. اللارينكس يعني طبعا يم الحبال الصوتية، فعلى مدة تتحكم بالحبال الصوتية او بالصوت مالك راح تتحكم باللارينكس. سو هنا اوكي يقول انه هذه موجوده باللاترال سايد، اكيد يعني هنا هذا اللي باللاترال سايد وانا من ذاكره ما ادري واحده من المحاضرات، وهذه موجوده بالميديا سايد، او يقول انه هي موجوده ديب. يعني هو فعليا هي ديب صحيح، لان هي موجوده بالميديا سايد. يعني احنا الدماغ مالتنا راح يكون بهذا الشكل والاخ راح يكون بهذا الشكل، فالجزء المقابل من هذول الاثنين على بعضهم راح يكون مال ليج، تمام، مال ليج وهيب وفوت، يعني بالضبط هيك الشكل. زين the mapping was done by electrically stimulating of the different area of the motor cortex in the human during neurosurgical operation. يعني هنا يقول انه شلون احنا سوينا هذا المابينج، شلون استنتجنا هذا التوبوغرافيكال ريبريزنتيشن، استنتجناه عن طريق النيوروسيرجيكال اوبريشن، يعني عمليات الجراحة العصبية قدرنا نستنتج هذا الماب. فكانوا يسوون انه يسوون تحفيز بكل مكان. اول شيء جو حفزوا المنطقة اللي جوا، شافوا انه هاي المنطقة راح يتحفز بها او العضلات مال اللارينكس، فعرفوا انه هاي المكان بها شنو، بها النيورونات مال اللارينكس. طلعوا لي فوق تحفز عند الفيس، صار عندي فيشل اكسبريشن. طلعوا لي فوق صار عندي حركة بالهاند مالته. فشنو بهاي الطريقة قاموا استنتجوا المابينج مالتنا. The primary motor cortex can activate motor neuron to cause muscle contraction does not initiate voluntary movement plan. يعني the primary motor cortex راح يعطيني شنو، راح يعطيني motor neuron cause muscle contraction، يعني ما راح ينطيني movement. هنا نركز انه اكو فرق بين muscle contraction والmuscle movement او muscle plan. شنو الفرق بيناتهم؟ خليني نجي هنا نكتب شوي نسولف شوي على الفرق بيناتهم. يعني هسه مثلا انه اني عندي عضلة تشتغل على ابهام، تمام، عضلة هاي وهاي العضلة وهذا الابهام مالتي، فهاي العضلة مكلبة بالإبهام بهذا المكان. فالعضلة هاي إذا اشتغلت راح تجلي الإبهام مالتي صار هيج. وخلي أرسمها بنفس اللون. هاي العضلة جرت لي الإبهام، فالإبهام مالتي صار بهذا الشكل. حلو حلو، يعني شنو؟ يعني سحب الإبهام باتجاهه، هذا سميناه muscle contraction. بس هنا من أريد أسوي muscle movement، فأنا عندي عضلات هواي، أجيل هنا هذا همين المكان أو بون خلينا نقول، إجت عندي عضلاته هواي، كل عضلة تشتغل على مكان معين، مثلا هذا سبابة، هذا خنصر، وهذا إبهام، فكل وحدة منهم
راح تجر لي باتجاهها، راح تجر لي باتجاه مالتها. فمحصلة هذولا، المحصلة مالتهم راح ينطيني muscle movement. راح ينطيني muscle movement يعني أنا راح يصير عندي حركة معينة. فمثل شنو؟ مثلا انه جيت دازم قلم، جيت دازم قلم او دا ارفع شغلة او دا اخلي ابرة، فهنا انا يحتاج لي muscle movement not muscle contraction. يعني انه muscle contraction هو جزء من جماعة muscle movement. فالفكرة هنا انه muscle contraction هي حركة عضلة واحدة، اما muscle movement هي حركة بلان كامل، يعني خطة كاملة. The primary motor cortex can activate motor neurons to cause muscle contraction, does not initiate voluntary movement to plan. زين، إذا أنا ما أقدر أسوي voluntary plan يعني خطة أو movement بال primary motor cortex، وين راح أقدر أسوي؟ راح أسوي عن طريق ال premotor cortex اللي هسه بعد شوية راح نحكي عليه. More than one half of the entire primary motor cortex is concerned with controlling the muscle of the hand and muscle of the speech. يعني هاي مثل ما قلناها اللي هي هاي، انه اغلبها راح يكون للمسل مال هاند والمسل مال سبيتش اللي هي جماعة اللارينكس والتونغ، وحتى حركة الشفاي هم راح تتحكم، يعني جماعة مخارج الحروف اللي قارن قراءات راح يعرفون ايش اقصد. Point stimulation in these hand and speech motor areas on rare occasion cause contraction of a single muscle. Stimulation contracts a group of muscle instead. يعني انه انا من اريد من اريد احفز هاي المكان هنا اكو كومة عضلات، فاذا واحد اجى راد يحفز منطقة معينة، مثلا انا حفزت اجيت اريد احفز هاي المكان هاي النقطة بالذات، فانه انا عندي كومة نيورونات هنا مال كومة عضلات، فانا اذا حرك اذا دست هنا وحفزت هاي النقطة فانا راح تشتغل عندي اكثر من عضلة بنفس الوقت، يعني ما راح تشتغل عندي عضلة واحدة لان انا حفزت نقطة بها هواي نيورونات. تمام، يعني مو مثل انه انا مختص جاي احفز هاي العضلة. يعني خل اوضح الفكرة اكثر، انه الكورتكس اذا هو راد يشتغل وحدة هو ما راح يتحفز بشكل عشوائي، راح يتحفز انه يشغل نيورون معين، حلو، مال عضلة معينة. اما اذا انت تيجي تريد تسوي له تحفيز، يعني تحفيز خارج عن طريق النيوروسيرجيكال اوبريشن او الكتريكالي، او تجيب له فشغلة معينة تحفز هاي النقطة، فهاي النقطة هي اصلا بها كومة نيورونات مال كومة عضلات، فراح تسوي لك جروب اوف كونتراكشن اوف ماسلز، يعني ما راح يتحرك عندك عضلة واحدة. تمام، فهاي الفكرة، يعني انه مال هذا الكلام اللي مكتوب هنا. حلو. Point stimulation in these hand and motor speech areas on rare occasion cause contraction of a single muscle. Stimulation contracts a group of muscle instead. So excitation of a single motor cortex neuron usually excites a specific movement rather than one specific muscle. هذا هاي الحالة في لمن أنا أريد شنو، لمن أنا أريد أجي أشغل هذا الموتور كورتكس غصبا عنه، يعني مو إنه يعازب إرادة الشخص. It excites a pattern of separate muscles, each of which contributes its own direction and strength muscle movement. يعني هنا إنه لمن يريد الشخص يحفز العضلة مالته هو راح يعرف القوة مال التحفيز مالته والدايركشن مالته. يعني أكيد إنه واحد كلنا نعرف إنه لما تريد تحرك عضلاتك فأنت تعرف كم مقدار الحركة اللي أنت راح تسويها. فهاي الفكرة مال البرايمري موتور كورتكس إن شاء الله تكون واضحة. يعني هو صحيح المعلومات قليلة بس انه شوية تكون دقيقة، يعني لازم واحد يركز بيها على مود يفهمها. So نبلش بالبرايمري موتور اريا. البرايمري موتور اريا قلنا انه هي المكان اللي مسؤول عن تنظيم الكومبلكس انفورميشن او الكومبلكس اعازات. Nerve signals generated in the premotor area causes much more complex patterns. يعني راح يسوي لي
complex patterns, patterns باترنات معقدة راح يكون عندي. يعني مو مثل انه اني اجيت ارفع قلم حركة كم عضلة ها هي اعتبرت انه هذا complex، لا هذا غلط، هذا شيء بسيط في حالة انه ما حركت الشولدر مالتي وحركت الهاند بطريقة معينة. يعني مجرد انه اني القلم على الميز، مجرد انه رفعت اصابعي وشلته، هذا ما يعتبر complex movement، هذا يعتبر simple movement احتاجت به فقط البرايمري مالتي. وشوية يعني ممكن انه شوية احتاجت بريموتور بس ما مر لي بالمناطق اللي تساعدني بالموضوع. اوكي هو شوية موضوع معقد يعني، بس انا راح التزم باللي مكتوب هنا. Causes much more complex pattern of movement than direct patterns generated in the primary motor cortex. حلو يعني أنا هنا راح يكون بالموتور كورت بالبرايمري موتور كورتكس هي إعازات بسيطة، وبالبري موتور كورتكس راح تصير عندي الإعازات الكومبلكس، أبو الكومبلكس وأبو البرايمري. The pattern may be the position of the shoulder and the arms so that the hands are probably oriented to perform specific task. يعني مثل ما قلت لكم انه البرايمري من رده شغله على مود يرفع لي القلم بس بدون استخدام الشولدر والارم، راح يكون هاي سمبل موفمنت. ممكن احتاج بها شويه بريموتور في بعض الحالات، يعني اذا سويت غير حركات، بس هي في حاله انه ما شغلت الارم مالتي وما شغلت الشولدر راح يكون هو سمبل موفمنت. اما في حاله لما اريد اشغل الشولدر ولما اشغل ايدي واحتاجت اشغل بها الارم والشولدر، فهذا يعتبر كومبلكس موفمنت واحتاج به البريموتور. ليش احتاج به؟ لان هنا شغال ثلاث مناطق بعضلات مختلفة على مود ينطوني محصلة عمل واحدة. حلو يعني مثلا هسه واحد قلم بلقى، قلمك وقع بلقى، فانت شو تسوي؟ قبل تنزل الشولدر مالك، تنزل الارم مالك، تسوي لك فد عضلات معينه تشغلها على مود تنزل ايدك للقى وتنزل تشيل القلم. وهذا طبعا اذا انت واقف فراح تحتاج عضلات الترانك مالك، تحتاج عضلات الليج مالك تثبتها وتسوي لك كم عضلات هواي. فهاي الفكره يعني مال البريموتور نستنتج منها انه هي كومبلكس موفمنت، تكون مساعده للبرايمري تنطيها اي عازات يعني حتى تروح تشتغل. تمام. To achieve these results, the most anterior part of the premotor area first develops a motor image. يعني انا عندي منطقتين بالبريموتور اريا، خلي اجي ارسم لكم هي هنا حتى كل شوي نرجع عليها. نتخيل هذا هو البرايمري مالتنا، ونتخيل انه هذه هي بريموتور مالتنا. فالجزء الانتيرير من عندهم، الجزء الانتيرير اللي هو هذا يكون مسؤول عن الايمج، او خلاص صار القلم لان هذا كلش كبير راح يتعوق الخط. ايمج هنا ايش راح يصير عندي؟ انه البريموتور اريا راح يتقسم الى جزئين. الانتيرير مالتي راح يكون مسؤول عن شنو؟ عن ينطيني ايمج معين للحركة اللي دا اسويها. هسه انتم كل واحد من عندنا اذا ركز شوية بالموضوع راح يعرف انه انت قبل ما تريد تتحرك او قبل ما تريد تسوي اي شغلة راح تتخيل الموفمنت اللي راح تسويه. يعني مو انه انت بعد ما سويت الحركة راح تعرف انت شحركت، لا هذا الشيء غلط. انت من قبل ما تسوي الحركة حتى لو بثواني انت ممكن انت راح تتخيل هاي العضلة شلون تتحرك، وبعدين عاد لما انت تحس بالعضلة مالتك شلون تحركت، هذا هو اصلا proprioception sensory ده يجيك عن طريق somatosensory area. تمام، فانت عندك مكانين راح تحس بيهم بالproprioception. اول شيء الimagination مالك للحركة اللي راح تسويها، وبعدين الحركة اللي صارت راح تتحسس عن طريق البروبريوسيبشن ريسبتر وترجع لك للدماغ. فهو شوية الموضوع يعني راح تحسوه معقد، لكن هو كلش سهل وكلش حلو، بس مجرد انه شوية تركيز.
اوكي وصلنا الموتور ايمج اللي هي تتخيل الحركه مالتك شلون راح تصير بعدين نسويها of the total muscle movement that can that is be performed. Then in the posterior premotor cortex this image exhibits each successive pattern of the muscle activity required to achieve the image. يعني هنا هذا هاي الايمج مالتنا سويناها وين سويناها بالانتيرير. زين البوستيرير شلون شغله؟ البوستيرير شغله انه يطبق لهاي الايمج او خلي هذا القلم رسمت بيه ما يحتاج هذا يطبق هاي الايمج. يعني هاي الايمج مالتنا تكونت هنا ودتها للبوستيرير. حلو البوستيرير جمع لي هاي الايمج فعلى مود يفصل لي هي انه هي specific movement تحتاج اشياء دقيقة راح يوديها وين راح يوديها اما للثلاماس او يوديها لجماعة البيزل جانجليا. حلو اما يوديها للثلاماس او لجماعة البيزل جانجليا. اما اذا شاف انه هي سهلة يعني ما يراد لها شيء قبل يوديها للموتور كورتكس وخلاص يعني هم هذول اصلا همين يعني راح يرجعون يودوها هنا بس مجرد يسووا لها بروسيسنج معين ويرجعوا للبريموتور كورتيك. فانه انا عندي تو باثويز اللي هو اثنيناتهم راح يبلشون بالانتيرير بارت اوف بريموتور اريا بعدين الفرق هنا انه ويوديها طبعا للبوستيرير بارت. فالبوستيرير بارت ايش راح يسوي؟ راح يروح باتجاهين اذا حركه معقده واحتاج بها سبيسيفيسيتي راح يوديها وين؟ راح يوديها للاشياء المساعده اللي هي الثلامس والبيزل جانجليا. اما اذا الحركه سهله فايش راح يودي وين راح يوديها؟ ما يحتاج يوديها للثلامس والبيزل جانجليا مجرد قبل يوديها للبرايمري موتور اريا ويسوي لي الحركه مالتي. فهذه هي الفكره مالتنا هنا. الموضوع كلش حلو بصراحه يعني اكو بعد تفاصيل دقيقه عن الموضوع لكن احنا ما داخلين بيها او ما مطالبين بيها. send its signals send its signals either directly to the premotor area to excite a specific muscle or often by way of the basal ganglia of the thalamus back to the primary motor area. Thus the premotor cortex, basal ganglia, thalamus and the primary motor cortex constitute complex overall system for controlling complex patterns of the coordinated muscle activity. يعني انه انه هاي الاماكن اربعتهم هم اللي راح يكونون جماعة ال او انا اشرت غلط هذني المناطق هم اللي راح يكونون مسؤولين عن شنو؟ عن الكومبلكس موفمنت. يعني اذا قال لك الكومبلكس موفمنت شغل منه راح تقول له البرايمري والبريموتور والثلمس والبيزل جانجليا. حلو حلو زين هسه انا بما انه حكيت على كل الاشياء اللي ممكن واحد يتفكر بها بقت عندي سبلمنتري اريا. زين السبلمنتري اريا اذا اني البريموتور هي شغلها ان تساعد لي البرايمري السبلمنتري شنو شغلها؟ السبلمنتري برضو شغلها يعني هم تساعد بس بغير طريقه. شنو الطريقه مالتها؟ انه هي راح تنطيني الجزء الثاني من الجسم. يعني انا هذا الجزء اكيد كلكم تعرفون انه راح الديسندنج تراكت راح تنزل وتروح للاتجاه المعاكس. حلو اللي راح تجي من اللي راح تجي من جزء معين او مثلا اليمين راح تحركت لي العضلات اليسار. فالسبلمنتري اريا ايش راح تسوي لي؟ راح تتفق ويا سبلمنتري اريا من الجهه اللوخ وتعطيها اعازات على مود شنو؟ على مود تشغل لي بايلاترال موفمنت. يعني اثنيناتهم تخليهم يشتغلون بنفس الوقت. مثلا اجيب لكم مثال بسيط على مود قبل ما ندخل بالموضوع لان ما من واحد يحكي الشرح بعدين ينطي مثال شوي راح يدوخ. بس هسه نحكي المثال حتى لما نقرا يكون واضح. واحد داير يلعب فيفا راح يكون طول الجيم ايده اليسار على الجير. حلو راح يكون اكثر شيء الابهام مالته على الجير والايد اليمين راح يكون على الدقم الباقيه. فهو طول الجيم هو الاصبع مالته دا يتحرك الاصبع اليسار مالته دا يتحرك بس شنو بنفس الوقت هو دا يتحكم بالايد اليمين ودايس الشيفت مال السرعه ودايس باقي
باقي الدقم، يعني كل شوية يبدل على دقمه. فهذا الشغل هذا مال سبلمنتري، انه دا يشغل لي جزئين بنفس الوقت، دا يعطيني الاعازات اللي احتاجها اني مال جزئين اثنيناتهم من الجسم بنفس الوقت اللي احتاجه اني. او مثلا ابسط شيء هماتين لواعب التنس، يعني او التنس يكون شايل المضرب بايدينا الثنتين، فلما يكون شايل المضرب بايدينا الثنتين اذا ما عنده سبلمنتري اريا ما راح يقدر يشيل الهاي، يعني راح يصير عنده خربطه بين حركه عضلات اليمين واليسار. فهو على مود يشتغل وينظم الحركات مالته اليمين واليسار راح يكون رابطهم عن طريق السبلمنتري اريا. تمام، يعني اني سبلمنتري اريا تحرك لي باي لاترال، شغل لي الجسم النصف الثاني من الجسم حتى يساعد لي النصف الاول. بس اكيد راح يكون عندي جزء دوميننت في حالة انه كان الشخص يسراوي او يمناوي، يعني انه اليمناوي مثلا هو التحكم مالته اصلا باليمين وراح يجيب اليسار على مود الساعده، اما اليسراوي بالعكس هو التحكم مالته باليسار راح يجيب اليمين على مود الساعده. فهنا هاي الفكرة مالته. يقول stimulus frequently leads to bilateral grasping movement of both hands stimulus، اللي هو مثل ما قلنا ابو التنس او ابو السوني. This area function is concern with the premotor area. هنا مكتوب ما يتوقع غلط. With the premotor area to provide body wide attitudinal movement. مثل ما حكينا ما بيها شيء جديد. Reflection movement of different segments of the body. Positional movement of the head, eye, and forth as backward for the final. The finer movement control of the arms, hand, and الحركة مع العين راح يكون بها شوية أفكار يعني ثانية، يعني مو الأفكار، الحركة مع العين راح يكون بها شلون نقول إنه أكثر دقة، لأن العضلات مع العين إحنا نعرف إنه عندي طوبتين لازم أحركهم بنفس الاتجاه بس بحركة مختلفة عن الثانية حتى لا يتحرك كل واحدة منهم بغير طريقة. يعني إذا العين مالتي انا جيت انطيت اعاز انه مثلا اريد ابوع على اليسار، اريد ابوع لاترالي، انا العضلات اللي باليمين راح تشتغل لاترالي فتوديني العين اليمين لاترالي، اما اذا شغلت نفس العضلات على مود اشغل العين اليسار راح يصير عندي حول وعيني تروح بالاتجاه الثاني، فراح كل عين تبوع لاترالي، كل عين تبوع لاترالي بالنفس من نفسها. فالسبلمنتري اريا هنا راح تتدخل، ايش راح تسوي لي؟ راح تنطيني اعازات مع العين اليسار انه تتبع لي العين اليمين بالحركة. مثلا العين اليمين اذا شغلت اذا رادت تروح لاترالي فالعين اليسار راح تروح وين؟ راح تروح ميديالي حتى تكون على تناغم مع العين اليمين. فهاي الفكرة مالتهم، يعني العضلات ممكن تتعاكس بالحركة مالتهم حتى شنو؟ حتى تنطيني ثباتية او كنترول مضبوط للشي اللي انا دا اسوي. وطبعا هالشي راح يكون اصلا بخلال فترة التعلم بالجنين، يعني انت الطفل او البيبي اول ما يجي للدنيا راح يظل يتعلم الى ان يفهم الحركات اللي دا يسويها. يعني انت من يجي تجاهل للدنيا اكيد امه راح تظل تقمطة الى حد معين من الاشهر. فهو ليش اصلا يقمطه؟ لان هذا الطفل ما راح يكون عنده تحكم بالحركات مالته، يعني راح يكون هو غير واعي بالحركات اللي دا يسويها، دماغه مجرد دا يحرك هاي العضله على مود يعرف ايش دا يسوي او هي وين موجوده او شنو الحركه اللي تنطيه هي. فالدماغ راح يظل يتعلم الى ان بعدين يفتهم كل الاشياء اللي دا تصير. يعني انت الدماغ مالتك مو اول ما تيجي للدنيا هو فاهم كل شيء، لا هو يبدا يتعلم من الصفر. اول شيء جاهل يقمطوه على مود انه في حاله هو اصلا يعني غير واعي بالحركه اللي دا يسويها، عقله ما يستوعب. فشنو؟ فعلى مود لا يفز من النوم ويقوم يبكي، وعلى مود لا يضرب نفسه ويؤذي نفسه، امه تقوم تشد ايدينا ورجلينا حتى بعدين هو عاد ما تفتحه يقوم يتعلم على الموضوع. بس بالبدايه لازم يتقمط الجهل على مود، يعني بس هو العقل اصلا اوريدي دا يتحرك ودا ينطي اعازات على مود يتعلم. ونفس القضيه بالنسبه للكلام، يعني
انه الطفل راح يتعلم عن طريق الاصوات، انه اذا اهله عرب راح يتعلم اللغة العربية، اما اذا اهله اجانب راح يتعلم اللغة الاجنبية، سواء انجليزي اسباني فرنسي اي حاجة، كلتهم راح تصير عن طريق الليرنينج. وطبعا راح تنخزن، هاي نقطة اضافية عندي اقول لكم، هي راح تنخزن عن طريق بالتمبرال لوب، بالميموري، منطقة الميموري الموجودة بالتمبرال لوب. فهاي المنطقة تجيها الإعازات من السمع، تجيها الإعازات من العين، فأي مكان موجود. طلعنا شوية عن الموضوع بس أوكي، يعني المهم الفائدة. Positional movement هاي قلناها. When the one of the higher motor areas is damaged, the person cannot process complex sensory information to accomplish purposeful movement of in the spatial context. يعني انه في واحد في حالة تأذت مثلا supplementary area، قلت لكم انه ما راح يقدر يشغل bilateral movement، واذا تأذت البريموتور فهي فجعه بعد اكثر، واذا البرايمري تأذت فهذا اصلا يعني paralysis، يعني ينشل بعد ما يقدر يتحرك. فهاي الفكرة مالتهم. هذا رسمهم ماتين كلش دقيق عن الموضوع. هذا البريموتور اريا، يقول هنا supplementary اريا شلون العضلات الاشياء اللي راح يشتغل عليها. فهذا الرسم هو مجرد للتوضيح يعني. تمام. ال descending tract، احنا مثل ما قلت لكم انه الكورتيكوسبانال تراكت هو اللي عن طريقه راح تنزل راح تنزل الاعازات مع النيورونات اللي اشتغلت للعضلات الخاصه حتى تشغلها. فهذا التراكت هو يعتبر descending tract، بعكس شنو؟ بعكس الكورس السنسري اللي كان بي ascending tract، اللي الاعازات توصل من الجسم للدماغ. هنا راح تكون descending tract، لان راح تنزل الموتور اصلا تبدي بالدماغ وتنزل للعضلات. فهاي الفكره من الديسندينج راح يكون شنو؟ راح يكون هو الاساسي عندنا الكورتيكوسبانال تراكت، اللي اختصاره سي اس تي، او البيراميدال تراكت. ليش؟ لان ما راح يطب لي الميدولا، راح يسوي الدوكسيشن مالته، راح يسوي لي انتفاخ نسميه بيراميدز، فنسميه بيراميدال تراكت. The corticospinal tract originate about 30% من ال primary motor و 30% اللاخ من ال premotor و supplementary either، و 40% راح تجي من ال somatosensory area. يعني هاي التراكب مالتين، و 30% من ال primary و 30% من ال pre زائد ال supplementary، و 40% راح تكون المن، راح تكون للسوماتوسنسري اريا على مود الريفلكسز وهاي السوالف. It passes through the posterior of the internal capsule downward through the brainstem forming the pyramids of the medulla. هذا نكتب عليه اناتومي لان هذا مو شغلنا بالفسلجة، نكتب نقول عليه اناتومي. وانا نسيت من هنا. اوكي اناتومي لان مو شغلنا فسلجة. The majority of the pyramids fiber pyramidal fibers then cross the lower medulla to opposite side and descend into the lateral corticospinal tract of a few. هنا خلينا نبع على رسم احسن. هنا هذا السيريبرال كورتكس مالتنا راح يجي وينزل لي جوا، تمام؟ راح يجي وينزل لي جوا first order neuron second order neuron، وراح ينزل لهنا يسوي ديكوسيشن مالته اللي هو التقاطع مالته، ويروح للاتجاه المعاكس ويروح. حلو حلو زين. هل كليته انه راح ينزل بهذا الاتجاه؟ لا مو كليته، قرابة ال 80% الى 85% هو اللي راح يسوي هذا الديكوسيشن، تمام؟ اما الباقيين فهم ما راح يسوون ديكوسيشن اصلا، يعني مجرد انه راح يظلون بنفس الطريق مالتهم اللي هو هذا. حلو، هذا هو اللي راح ينزل كم الطريقة اللي هو 15 إلى 20% من عنده، أو ناس تقول 20% بس، ماكو 15% حسب، يعني هو اختلاف بالمصادر، بس إحنا نمشي على نقول حتى نرضي الطرفين نقول 15 إلى 20%. تمام. فاللي سوى ديكوسيشن، هذا أبو ديكوسيشن يسميه اللاترال كورتيكوسبانال تراكت، واللي ما سوى ديكوسيشن هذا نسميه anterior corticospinal tract.
فهذه الفكرة مالته، واختصارا كل هذاك الكلام اللي مكتوب هنا، يعني أنا مجرد عندي تو كورتيكو سبانو تراكت، واحد لاترا وواحد انتيرير، أبو اللاترا سوى ديكوسيشن، أبو الانتيرير ما سوى ديكوسيشن. زين أنا ليش تقسموا هذول أصلا عندي هيك اعتباطيا؟ لا أكيد مو اعتباطيا، لأن أنا كل واحدة منهم راح يكون عندها شغل خاص بها. مثلا اللاترال كنترول ديستال مسل كونتراكشن، راح يكون عندها ديستال مسل كونتراكشن مثلا جماعة الفاين والبريسايز موفمنت. يعني شنو؟ يعني مثلا الكتابة، الرسم، السبيتش، هاي الأشياء نسميها ديستال موفمنت، ديستال مسل كونتراكشن، البريسايز موفمنت، الأشياء الدقيقة. أما جماعة الأنتيرير فهو للجروس موفمنت، يعني مثلا هو هذا أصلا يطلع عضلات الترانك، فعضلات الترانك يعني هو الترانك يعني مو ذاك العضلات اللي قوية بي. مثلا ناخذ على فكرة أنه العضلات ما الثوركس على سبيل المثال، انه هاي العضلات هي اصلا ما عندها فاينج موفمنت، يعني مجرد انه ده تسحب وده ترخي، يعني في اعتماد الاكبر بالتنفس، انه مثلا لما تريد تنطي مجال للرئة راح تتقلص حتى ترفع للقفص الصدري حتى ينطي مجال اكثر للرئة حتى تتوسع واسحب اكثر هواء. اما في حالة انه ما انه ده نزل اسوي زفير راح تنزل العضلات، وها هي بس هاي الفكرة مالتها. يعني ما بي هذيك الأفكار القوية أو الفاين موفمنت أحتاجها حتى أنطيها تراك خاص بيه، فأنطيها 10% أو 15% أو 20% أخلص من هاي الحركات الإيزي مالتها وهاي عوفة. تمام تمام زين. هل هي بس مثلا هل هذا التراك موجود؟ لا مو بس هذا التراك، عندي تراك ثاني أو أربعة تراكتات ثانية نسميها الإكسترا بيراميدال موتور سيستم، اللي هي بيراميدز، اللي هي تراكتات هم مسؤولة عن الموفمنت، بس ما راح تكون ضمن الكورتيكو سبانال تراكت. It's widely used in the clinical circles to denote all these portions of the brainstem that contribute motor control but are not part of the corticospinal pyramidal system called subcortical tracts. يعني الاسم الثاني مالته، يعني الاسم الثاني مالته هو كورتيكال سبينال سب كورتيكال تراكت، او نسميه الاكسترا بيراميدال. يعني هذولي راح يكونون مسؤولين كل وحده منهم عن وظيفه خاصه هم لها علاقه بالموتور. يعني مثلا عندك الفيستيبولار سبينال تراكت هي ابو التوازن، يعني انا الاذن مالتي اكيد تعرفون انه الاذن الداخليه هي اللي مسؤوله عن التوازن، فتعطيني إعاز للموتور إنه تقول إنه أنا صار عندي اختلال بالتوازن، قوم اتحرك وسوي لي إعاز حتى يعدل لي التوازن مالتي. فأنت مثلاً تقوم أو تسوي راسك هيك وتثبت راسك، توقف الدوران مالك، تسوي أي شيء من جماعتك، أو مو توقف الدوران مالك لأن هو أنت ورا ما تكمل الدوران راح يصير عندك الدوخة وعقلة التوازن. بس أوكي، يعني إنه مثلاً سوي أي حركة ثانية تعدم التوازن مالك، راح تعطيك الفيستيبول سبانال تراكت تسوي لي تروح تحفز عضلات معينة حتى شنو، حتى التعادل لي الحركة اللي دا سويها. ريتيكيلو سبينال تراكت والتيكتو سبينال تراكت والرابلو سبينال تراكت، كل واحدة منهم راح تطلع من مكان معين وتروح تسوي لي فتشغلة معينة، وكلهم مطلوبين وكلهم يجون بالامتحان. هذا جدول مهم، تمام، هذا الجدول مهم ويجي بالامتحان. ليش يجي بالامتحان؟ لان اوكي يعني هو الدكتور مخليته وقاعد عليه مهم. زين هسه عندنا lateral و anterior cortical spinal tract category مالتهم، يعني تقسيماتهم انه هو pyramidal او extra pyramidal. اكيد pyramidal لان هما lateral و anterior، جاي من الانتيرير من اللاترال. زين الاوريجن مالتهم cerebral cortex، هذا شيء منتهي منه. الكروست انا كروست اكيد اللاترال كروس راح يسوي ديكوسيشن، الانتيرا راح يسوي ديكوسيشن، وما يسوي ديكوسيشن فانا كروس. نجي للبعد اللي هم من هذولا، هذولا جماعة الاكسترا بيراميدال رابرو سباينال، راح يطلع منين؟ راح يطلع من الريد نيوكلياس، من وين؟ يعني من الميد براين. يسوي كروسينج لو لا يسوي كروسينج. تيكتو سباينال اكسترا بيراميدال منين راح يطلع؟ من السبيرو كوليكولاس اللي موجود هماتين، وين؟ موجود بالميد براين. فشنو يسوي؟ يسوي كروسينج لو لا يسوي كروسينج. فيستيبيلو سباينال
راح يسوي وراح يطلع منين؟ من الفيستيبولار نيوكلياي. شو راح يسوي؟ راح يكون on crossed، يعني راح يكون بالسيم سايد، يعني المكان اللي راح يحفزه مثلا اليمين حفز لليمين، العزات مال اليمين نزلت على اليمين، ما سوى الكروس راح على اليسار. تمام، فهاي النقطه مهمه نركز عليها. يعني انا عندي مكانين ما يسوون on crossing، اللي هم منو؟ اللي هم الانتيرير كورتيكو سبينال تراكت والفيستيبيولو سبينال تراكت. حلو، هذين المكانين نركز عليهم، يعني احنا نباع على الاختلاف ونباع على التشابه. تمام، الريتيكولو سبينال او نبات نباع على التشابه ونباع على الاختلاف حسب، يعني حتى طالع من عند الاختلاف. الريتيكولو سبينال هو هماتين جماعة الاكسترا بيراميدال ريتيكولو فورميشن يعطيك الريتيكولار فورميشن اللي حكينا عليها بالسنسري بشكل ادق من هنا، فما راح اعيدها لان على مدة طول المحاضرة. راح يسوي كروسنج لو لا؟ راح يسوي كروسنج اي. فهاي النقاط مهمة تجي بالامتحان. بعد هذا الرسم هم حكينا عليه، اللور موتور هنا ايزي، يعني هاي اللور موتور هي اللي تنطيك الاكزومات اللي تروح للعضلات الشلبية وتسوي تسوي الاكشن. هاي الأبر هاي اللي أصلا تنقل الإعازات وتوصلها للموتور اللور، حتى اللور ينطل العضلات. زين، types of movement اللي هو آخر جزء من المحاضرة ماتنا، عندي أنا نوعين من الموفمنت اللي هو الرفلكسيف والفولنتري. الرفلكسيف راح يكون involuntary movement، يعني وراح يتقسم إلى قسمين اللي هو الريثميك موفمنت والبوستورال موفمنت. شنو هذين الاثنين؟ الريثميك موفمنت هنا دا يقول لك انه as swallowing, chewing, scratching, walking which are largely involuntary but subjected to voluntary adjustment and control. يعني الريثميك موفمنت انه اني مثلا هسه عندي عضل حركة ايقاعية، لكن اني مدى اتحكم بكمية العضلات اللي راح تشتغل عليها. مثلا شلون؟ مثلا انت ما تريد تعالج، يعني انت خليت عليك بحلقك وطيت يعاز بالتشوينج، بعد شوية انت نسيت اصلا ده تعليك، بس انت مستمر بالعليك، يعني يعني انت ما راح تظل تطيه هالنفس الإعاز انه العضلات مال العضلات مال تشوينج ظل يشتغل. لا، هو اصلا عندك ريفلكسيف انفولنتري صار الريثميك موفمنت وقبل هو ظل يشتغل براحته، فانت ما راح تتحكم بكمية العضلات اللي راح تشتغل على مود يسوي لك هذا التشوينج، انه عضلات تسحب وعضلات تجر منه وعضلات تجر من الجهة اللوخ وسوي لك، وعضلات تنزل وعضلات تصعد وده سوي لك هذا التشوينج. ويعني هو هاي الفكرة من الريثميك موفمنت. اما شنو الووكينج؟ الووكينج حسا كلكم تقولوا لي انه ليش الووكينج هنا، واكيد كل واحد راح يخطر بباله نفس السؤال. هسا ناخذ مثال قبل ما نحكي عليها، انه واحد من عندنا بنايتنا اللي بالزراعة راد يروح للصيدلة مشي، فهو بالطريق مخلي سماعة بذنه ومندمج ويا الأغنية ودا يمشي دا يرقل، وراح طلع من الزراعة ومشي وهو مندمج ويا الأغنية، وصل للبيئة. على ما وصل للبيئة استوعب قال أوه هاي يعني خلصت الطريق وصلت، شو ما حسيت بالموضوع. فهو هنا انه ظل يمشي بدون ما اصلا يفكر انه ينطي اعازات ثانية بالمشي الرجلية، يعني هو ما حاس بالطريقة اللي سواه. ليش؟ لان الووكينج بي ريثميك موفمنت. حلو، يعني هو استمر بالحركة مالته بس بدون اعاز. يعني هاد شي اصلا جربوه، يعني من تندمجون او تركزون في شغلة معينة وتمشون راح تنسون انه اصلا انتو دا تمشون. فلهذا السبب نضيف الووكينج اللي ضمن العضلات اللي او الريفلكسيف موفمنت اللي هو الريثميك. تمام. So the reflexive is fixed autonomic movement triggered to respond to specific sensory stimuli and are usually fairly rapid little voluntary movement but can be modulated. يعني ممكن اتعدل بها، يعني مثلا واحد انه اوكي هو دا يمشي شاف له شغله معينه وقف الحركه مالته، ها هي خلص الشغله. او مثلا خلينا ناخذ مثال السوالوينج، يعني ابسط شيء السوالوينج، يعني واحد من يريد يبلع اكل هو راح ينطي اعاز بالبلع،
بس هو ما راح يتحكم بالعضلات اللي راح تشتغل بالبلع، هو الحركة العضلات مال سوالوينج انت تعطيها إعازة أول مرة، بس انت ما راح ترجع تتحكم بيها النوب على مود يسوي لك الشيمك، هي أصلا ريذميك راح تظل تشتغل على مود تبلع لك الأكل. فهاي الفكرة أسهل شيء وممكن يكون موجود، فهي little voluntary movement but can be modulated. المثال عليها ال patellar tendon reflexive movement اللي هو ال jerk reflex اللي أخذناه بالمحاضرة راحت، نفس الفكرة مالته. أما البوستيرال موفمنت فنفس القضية، أنه عندك combination of reflexes reflex and volition used to maintain an upright position with respect to the gravity يعني أنه أنت من اللي تريد تتحكم بال عشان نقول أنه الموضع مالك بالنسبة للجاذبية راح تتحكم، راح تشغل العضلات مالك بدون ما تاخذ بعين الاعتبار الجاذبيه، لان انت تتحرك فما راح تحس بالجاذبيه او ما راح تقدر الجاذبيه اللي موجوده، بس انت تعطي عاز على مثلا رفعت الشولدر مالتك، هاي رفعت الشولدر مالتك، صار عندك انه انت رفعت شغلت عضلات الابر لم وشغلت عضلات الاسكابيلا، بس انت ما قصدك ترفع عضلات الاسكابيلا، انت تريد ترفع الشولدر مالك، فكبر شغلت عضلات الابر ماتك ورفعت الشولدر، فالعضلات مال السكابيلا على مود ترفع لك الشولدر هماتين اشتغلت بنفس الطريقه. combination of reflex and volition used to maintain upright position with respect to gravity. تمام. اما الفولنتري فهو اصلا ايزي، يعني ما العضلات الحركة اللي انت تريد تسويها راح تسوي، هذا الشيء واضح كلش ما بي شيء. شوية اكو تراوط بين البوستشرال موفمنت والفولنتري موفمنت، فالبوستشرال خلينا نقول النقطة المميزة مالته انه هو ريسبكت تو جرافيتي، بالنسبة للجرافيتي لان هو موضع فاكيد جرافيتي. اما الفولنتري فهو اعازة راح تسوي براحتك، الريذميك تنطي اعازة وتنسى يظل يشتغل هو براحته، فهذا هو الريذمك. وهاي المحاضرة مالتنا، ان شاء الله ناخذ المحاضرة الرابعة باكر او بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام، نلتقي بالمحاضرة الجاية.